بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58. مصري مقيم بتربة البقوم يقول: نحن نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها، ويحدث أحيانا أن تصاب بعض الأغنام أو الإبل ببعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض، فهل علينا شيء في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن البيع والشراء ما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو من قوام مصالحهم ومنافعهم، ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائما على الصدق والأمانة والنصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، قال: من غشنا فليس منا، وقال: لا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض، وأن تبيعوها على أنها معيبة، وتطلع المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائما على الصدق وعدم الكتمان، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع أحمد العمري أو العمري من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت، يقول: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون، ويستغيث بهم ويفعل أفعالا كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟ من مات على هذه الحالة التي ذكرت من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركا للصلاة متعمدا لتركها ومات على هذه الحالة، فهذا كافر والعياذ بالله، لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا كنت متأكدا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب فإنك لا تصلي عليه، إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك، فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله، لأنه مات على الكفر والشرك. نعم. السؤال الثاني يقول: أرجو منكم تفسير قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، ثم عن المتردية والنطيحة: هل محرم أكل لحمها عندما تموت مباشرة بسبب ذلك، أو محرم أكلها ولو بقيت مدة طويلة ثم ذبحتها بعد ذلك؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي حرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة، والميتة هي التي ماتت بغير زكاة شرعية، هذه هي الميتة. وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد، كما قال صلى الله عليه وسلم: حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فالسمك والجراد حل الله ميتته، وما عدا ذلك فإنه حرام. والميتة كما ذكرنا هي التي ماتت بغير زكاة شرعية. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق، ولكن قيدته الآية الثانية بالمسفوح،
كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. نعم. والمراد به قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. نعم. والمراد به الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها يشخب من أوداجها، أما الدم المتبقي في العروق واللحم في الذبيحة فهذا معفو عنه. نعم. لا بأس بأكله مع اللحم. واستثني من الدم الدمان اللذان مر ذكرهما في الحديث: حلت لنا ميتتان ودمان، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. فالدم حرام والمراد به الدم المسفوح، أما الدم المتبقي في العروق بعد الذبح وفي اللحم الذبيحة فهذا معفو عنه. وكذلك المستثنى في الحديث الكبد والطحال ولحم الخنزير. الخنزير هو الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة، وحرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة وما يورثه من الأمراض الخطيرة كما قرر ذلك أهل الطب. نعم. فإن الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة اكتشفت ولا تزال تكتشف، والله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم. نعم. وما أهل به لغير الله مراد به ما ذبح، وما أهل لغير الله، وما أهل لغير الله به المراد به ما ذبح للأصنام. نعم. ما ذبح للأصنام تقربا إلى غير الله عز وجل من الأصنام وسائر المعبودات، وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل، كما ذبح للحم وذكر عليه اسم المسيح أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. فما أهل به لغير الله يشمل نوعين: يشمل ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله، ويشمل ما ذبح لغير القربة وإنما ذبح للحم لكن سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح. والمراد بالإهلال رفع الصوت، هذا في الأصل. نعم. والمراد به هنا ما ذكرنا. والمنخنقة قالوا إن هذا تفصيل للميتة، تفاصيل للميتة التي ذكر الله في أول الآية. المنخنقة هي التي خنق نفسها، حبس نفسها بحبل أو غيره أو بشيء ضيق حتى ماتت بسبب الخنق. والموقوذة هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة الموقوذة. والمتردية المنقوذة قبل أن نعم هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة. نعم. حتى لو خرج منها دم، ولو خرج منها دم، لأن المثقل لا يجرحها وإنما يقتلها بثقله. نعم. ويرضها تموت بسبب الثقل، فهذه الموقوذة. نعم. والمتردية هي الساقطة من شيء مرتفع، إذا سقطت من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو في حفرة أو في بئر وماتت بسبب السقطة، هذه متردية. والنطيحة هي التي تناطحت مع أخرى كتناطح الغنم بعضها مع بعض والبقر بعضها مع بعض، فإذا ماتت بسبب المناطحة هذه هي النطيحة، هذه ميتة لا تؤكل. نعم. وما أكل السبع، السبع هو الذي يفرس بنابه من الذئاب والأسود وغيرها من السباع المفترسة التي تفرس بأنيابها أو بمخالبها. نعم. سبع الطير أو سبع الحيوان، ما يفرس بنابه أو بمخلبه، فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته فإنه يكون ميتة لا يؤكل. إلا ما ذكيتم، هذا استثناء مما سبق، أي إلا ما أدركتموه حيا من هذه الأشياء المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور وفيه حياة مستقرة وذكيتموه فإنه حلال، لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكاة الشرعية. أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة، أو أدركتموه حيا في الرمق الأخير حياته غير مستقرة حياة المذبوح، فهذا أيضا لا يحل. وقال بعض أهل العلم إن ما أدرك وفيه حياة أدنى حياة وذكي فإنه يحل، ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته، لأنه في حكم الميت. وما ذبح على النصب، المراد بالنصب الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا إليها، وقيل إنهم يذبحون الذبيحة على نفس الحجارة تعظيما لها، هذه ذبائح شركية ذبحت تعظيما لهذه النصب فهي مما لا يحل أكله، وهذا بيان لما كان يفعل في الجاهلية.
هذا معنى هذه الآية. وأما بقية السؤال ما أدرك من المنخنقة والموقوذة والمتردية فقد أجبنا عنه أنه إذا أدركها وفيها حياة مستقرة وذكاها حلت، وإن أدركها وهي ميتة أو في الرمق الأخير الذي هو كحركة المذبوح فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يحل. إذن فالمدرك بعد إصابته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك وهو ميت، هذا حرام بالإجماع. الحالة الثانية أن يدرك وفيه حياة مستقرة فهذا حلال بالإجماع إذا ذكاه. الحالة الثالثة إذا أدركه وفيه حياة غير مستقرة، حياة على سبيل الزوال كحركة المذبوح، هذا محل الخلاف. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع محمد الأحمد الحسين، سوري مقيم بالمملكة. يقول: نحن في بعض الأحيان نسب أو نلعن بعض المشركين أو الكفار أو نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات، وهم أصحاب شرك والعياذ بالله، ويدعون من دون الله، وبعضهم أصحاب شعوذة أيضا، ومنهم الحي ومنهم الميت، وبعضهم يؤم المسلمين في المساجد وخطباء على المنابر، فهل يجوز لنا هذا أم لا؟ أما بالنسبة لعن الكافر والمشرك والفاسق بفعل كبيرة من الكبائر، اللعن على وجه العموم لا بأس به أن يقال لعن الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يعني لا يخص أحدا بعينه. نعم، لعن أصحاب الجرائم على وجه العموم، الجرائم الشركية والكفرية والكبائر على وجه العموم هذا لا بأس به. أما لعن المعين، الشخص المعين، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين لأنك لا تدري ماذا ختم له به. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت ميم يا را، مدرسة بالمخوة. تقول: ما حكم الحجاب في حق المرأة المسلمة؟ فكثيرا ما تتعرض المرأة المحجبة عندنا للسخرية والنقد من الغير، فهل هو واجب في جميع المذاهب الأربعة؟ وما تفسير الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. وهل معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي يغطين رؤوسهن وصدورهن مع العنق؟ وهل يدخل الوجه في هذا؟ إذا كان كذلك فما معنى قوله إلا ما ظهر منها؟ الحجاب واجب بإجماع المسلمين، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والضمير وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الأمة، قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا تعليل يشمل جميع الأمة، لأن طهارة القلوب مطلوبة كل الأمة. وقبلها قوله تعالى، وعدها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذا عام لجميع النساء من أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. فالحجاب واجب بإجماع المسلمين، والسفور حرام. وأما المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها، فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد بما ظهر منها زينة الثياب والحلي، المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة، لا زينة الجسم، وإنما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة، إذا ظهر شيء منها من غير قصد إنها لا تؤاخذ على ذلك، أما إذا تعمدت وأظهرته فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها. قوله إلا ما ظهر منها، ظهر يعني ظهر من غير قصد. نعم، فإذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة أو من حليها من غير قصد فإنها لا تأثم بذلك، ولكن إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها تأثم، لأن في ذلك الفتنة للرجال. وأما قضية إسدال الخمار يدنين عليهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهو كما ذكرت السائلة أنها تغطي بخمارها، والمراد بالخمار غطاء الرأس، أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها، تدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها، خلافا لما كان عليه الأمر في الجاهلية، فإن نساء الجاهلية كن يكشفن نحورهن و
صدورهن ويسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير. الله جل وعلا أمر نساء المسلمين أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالجيب فتحة الثوب من على النحر من الأمام. نعم. فهذا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها، ولأن الوجه هو أعظم زينة في جسم المرأة، وهو محل الأنظار وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال. فهذا هو الصحيح في تفسير الآية الكريمة، أن الوجه يجب ستره، وإن كان بعض العلماء يرى جواز كشفه وكشف الكفين، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية وما فسرها به أئمة السلف من الصحابة والتابعين. حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله عبيده السلماني عن معنى قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، أدنى عبد الله بن عباس رضي الله عنه الغطاء على وجهه وأبدى عينا واحدة تبصر بها الطريق. هذا تفسير منه للآية. وكان ابن مسعود رضي الله عنه فسر قوله تعالى إلا ما ظهر منها بأن المراد به زينة الثياب كما ذكرنا، وليس زينة الوجه كما قاله من قاله، فيكون ابن عباس إذن رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. كان في أول الأمر يجوز للمرأة أن تبدي وجهها، ولكن بعدما نزلت آية الحجاب نسخ ذلك وصارت يجب عليها تغطية وجهها. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع محمد صالح فضل من السودان، يقول في سؤاله الأول: يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون في التجارة عندنا إذا أحس أن هناك نوعا من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق، يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكم في سعرها بالزيادة أكثر، فما حكم هذا العمل، وهل ما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ لا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع يشتريها كلها من السوق، ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز، ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك إذا كان الأمر كما ذكر السائل أنه ليس هناك في السوق غير هذه السلع التي يحتاج إليها الناس وهو يشتريها ويحصرها عنده ليتحكم فيها، فهذا أمر لا يجوز ويجب على ولاة الأمور منعه من ذلك. أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها، أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم، فإن هذا لا يحرم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج. نعم. لكن إذا كان هذه أو إذا كانت هذه البضاعة هي من القوت الضروري للناس ويحتكرها مثل هذا الشخص، فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟ هو الصورة هذه ليست صورة الاحتكار، الاحتكار معناها أن يشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر فيما بعد. نعم. ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها، هذا ذكرنا أنه لا يجوز وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده، وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس إذن. نعم. يعني هذه الصورة فيها فرق بينها وبين الاحتكار؟ هي شبيهة في الاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارا من كل وجه. نعم. حقيقة الاحتكار إذن ما هو؟ أن يعمد إلى مثلا حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر في المستقبل. نعم. هذا حرام طبعا، هذا ما في شك، هذا ورد الوعيد عليه وورد منعه من ذلك. نعم. السؤال الثاني يقول: هل تجوز قراءة بعض الكتب التي تعرف ببعض الأديان الأخرى غير الإسلام لمجرد الإحاطة علما بها والاطلاع عليها، أو قراءة بعض الكتب عن بعض الأنظمة الشيوعية ونحوها لا إعجابا بها ولا للعمل بها وإنما لنفس الغرض السابق؟ على الإنسان أولا أن يعرف الحق ويعرف الدين الصحيح ويتضلع بالعلم النافع، ثم بعد ذلك يطلع على الأشياء المخالفة ليحذر منها وليرد عليها، إذا كان القصد من ذلك قصده من ذلك أن يطلع عليها للرد عليها وإبطالها وتحذير الناس منها، لكن هذا بعد ما يتضلع هو بالعلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل. أما إنسان جاهل ثقافته ضعيفة وحصيلته في العلوم الشرعية قليلة، هذا لا يجوز له أن يقرأ الكتب الباطلة، لأنه ربما تنطلي عليه وتؤثر على عقيدته وهو لا يدري، أنه لا يعرف
العلم الذي يميز به بين الحق والباطل، فلا بد أن يكون عنده أولا حصيلة من العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل، حين ذاك لا بأس أن يطلع، أو قد يجب عليه أن يطلع على الباطل ليحذر منه ويحذر منه وليرد عليه. نعم نعم، بارك الله.